بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. النهاردة اتضحت كل الرؤى، مصر ستواجه أو المنتخب المصري سيواجه منتخب جنوب إفريقيا في واحدة من المباريات دور الـ16. هقول لحضراتكم الأول ترتيب المجموعات بعد انتهاء كل مباريات المجموعات المختلفة. خلينا نبدأ بالمجموعة الأولى، مجموعة منتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني يحصد العلامة الكاملة بتسع نقاط، ثم منتخب أوغندا في المركز الثاني بأربع نقاط، ثم الكونغو الديمقراطية في واحدة من المفاجآت اللي حصلت في المباريات الأخيرة بتفوز على زيمبابوي برباعية مقابل هدف وتصعد إلى المركز الثالث وتتأهل كثالث عن هذه المجموعة. زيمبابوي في المركز الأخير بنقطة وحيدة وخرجت من البطولة. أما المجموعة الثانية في واحدة من كبرى مفاجآت هذه البطولة، مدغشقر في المركز الأول بسبع نقاط، تليها نيجيريا في المركز الثاني بست نقاط، ثم غينيا في المركز الثالث بأربع نقاط، وبوروندي تغادر البطولة بصفر من النقاط. أما بقى المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة، الجزائر بتحصد أيضا العلامة الكاملة في هذه المجموعة وتصعد عن المجموعة الأولى بتسع نقاط زي ما قلت لحضراتكم. أما في المجموعة الثانية، السنغال في المجموعة الثانية في المركز الثاني بست نقاط، وكينيا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وتنزانيا في المركز الرابع بصفر من النقاط لتغادر هذه البطولة، وكينيا أيضا بتغادر هذه البطولة. بعد ما نخلص ترتيب المجموعات هقول لحضراتكم مواجهات دور الـ16. أما في المجموعة الرابعة، المغرب أيضا بتحصد العلامة الكاملة وبتسع نقاط، وكوت ديفوار في المركز الثاني بست نقاط، ساحل العاج، ثم جنوب إفريقيا وهي من ستواجه المنتخب المصري بثلاث نقاط، ثم ناميبيا في المركز الأخير بصفر من النقاط، وبتخرج ناميبيا أيضا من هذه البطولة وتلاقي مصر جنوب أفريقيا. طيب المغرب، الحقيقة المغرب من وجهة نظري واحدة من المنتخبات الجيدة، لم يصل المغرب إلى المنتخب إلى المستوى المنتظر منه، ولكن المنتخب المغربي الحقيقة بان في مباراة ساحل العاج. مباراة ساحل العاج ورتنا قد ايه ان المنتخب المغربي منتخب قوي، منتخب تقيل، منتخب تقدر او تخاف منه خلال المباريات القادمة. يمكن المباريات التانية جنوب افريقيا وناميبيا ما لعبش فيهم المنتخب المغربي بشكل جيد، ولكن هو ده الامل على فكرة اللي بالمناسبة الناس كلها بتتكلم عليه، ان منتخبنا الوطني حتى الآن لم يظهر بالمستوى المطلوب، ولكن لم يظهر بالمستوى المطلوب لأنه ينتظر المباريات الصعبة. المباريات الصعبة أنا متأكد إن شاء الله، وهو ده الأمل اللي احنا شغالين عليه أو دايما هنتكلم عليه خلال الفترة القادمة، إن منتخبنا الوطني عندما يلاقي فريق أو منتخب من المنتخبات القوية هيظهر شكل منتخبنا الوطني، وده هنتكلم فيه بعد كده. طيب خلينا نروح للمجموعة الخامسة. مالي بعد النهاردة فازت أو وصلت للنقطة سبع نقاط، ثم تونس بتصعد في المركز الثاني بعد ثلاث تعادلات بثلاث نقاط، وأنجولا في المركز الثالث بنقطتين، وموريتانيا في المركز الأخير بنقطتين. أما المجموعة الأخيرة فغانا بخمس نقاط تصعد كأول لهذه المجموعة، ثم الكاميرون كتاني لهذه المجموعة بخمس نقاط أيضا، وبنين في المركز الثالث بثلاث نقاط، وغينيا بيساو بنقطة واحدة. طيب خلينا بقى نروح نقول لحضراتكم مواجهات دور الـ16 بكاس أمم إفريقيا 2019 أو مصر 2019. إن شاء الله يوم الجمعة 5 يوليو 2019 ستكون المواجهة ما بين منتخب المغرب ومنتخب بنين. أما الجمعة في تمام الساعة 9 يوم 5 يوليو هتبقى أوغندا ستلاقي المنتخب السنغالي في واحدة من المباريات القوية. يوم السبت 6 يوليو نيجيريا ستواجه الكاميرون في لقاء كلاسيكو أفريقي خالص. وأيضا يوم السبت 6 يوليو مصر ستواجه جنوب أفريقيا. يوم الأحد 7 يوليو مدغشقر ستواجه الكونغو الديمقراطية، والجزائر ستواجه غينيا.
ويوم الاثنين 8 يوليو مالي ستواجه كوت ديفوار، والاثنين ايضا 8 يوليو غانا ستواجه تونس. دي مباريات دور ال 16 بكأس افريقيا.